استر عليها الصبح من مارجريت. الساعات السويسري قرب وجرب، قرب واتفرج. ابويا صباح الخير، ايه اللي صحاك بدري قوي كده؟ واشمعنى انت يعني تصحى بدري يا اسماعيل؟ صباح الخير يا خواجة ارتيل. صباح الفل معلم ياسين. حسين عايزك دقيقة. بعد اذنك يا خواجة. لا في رامي، اوكي اتفضل. ثبت اهو يا معلم. مش فاهم، املات وبور شاكوش كله راح فين؟ ياسين اخذ كل حاجه من غير ما يقول لك؟ نو، ما قالش اي حاجه. يبقى ده معناه ايه؟ معناه انه خدعنا، ضحك علينا. ها هتودي المصيبه دي فين؟ حرميهم في مية القنال واخلص منهم وارتاح. معلم ياسين، احنا كنا رايحين لك البيت. ايه؟ اتفضل اركب معانا. خير يا حضرة الظبط. خير ان شاء الله، مأمور القسم عايزك. اتفضل معانا. حاضر حاضر. خلي بالك من اسماعيل يا حسين. حاضر. ابويا انت رايح فين؟ حضرة الظابط عايزني، ما اعرفش ليه. ما تخافش، حسين معاك يا اسماعيل. اتفضل معلم. سلام. حسين ما تخافش يا حبيبي، العملات المزيفه والعده في السبت ده لازم نخلص منهم حالا. انا حرميهم في ميه القناه. انا جاي معاك، لازم تاخدني معاك.